كي دايرين؟ بخير عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. غادي نقدموا ان شاء الله اليوم مع بعضنا واحد الكيكه كتكون بارده بالطبقات بالبرتقال بواحد الفواكه، كتجي لذيذه بزاف وبواحد المقادير اللي بسيطه. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك على القناه اللي مازال ما شاركش، مع تفعيل الجرس غادي تلقى واحد الجرس تماك غادي تكليكيو عليه باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد. دابا غادي ندوزو باش نوريكم المقادير وطريقه التحضير. المقادير غادي نحتاجو 4 البيضات، غادي نحتاجو كاس ديال العنبه ديال عصير البرتقال يكون مصفي، غادي نحتاجو كاس ديال السكر سنيده، غادي نحتاجو نصف كاس وشي حاجه ديال زيت المائده على هذا القياس هذا، غادي نحتاجو قشوره الحامض، عندي نصف كاس ديال الحليب، عندي قبيصه ديال الملح، عندي هنايا جوج خميره الحلويات، عندي كيس ديال الفانيلا، وعندي الدقيق كيبقى على حسب الخليط اللي انا بغيت. دابا غادي ندوزو باش نقدمو مع بعضنا طريقه التحضير. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نخلط فيه، غادي نخوي فيه فقط ابيض البيض، وغادي نحتفظ بالاصفر. ناخذ الابيض البيض غادي نطربو مزيان. انا طربت ابيض البيض كنحصلو حتى كنخليوه كيولي لنا بحال هكايا. دابا ناخذ الاصفر البيض غادي نخوي عليه سكر سنيده، كيس ديال الفانيلا، وغادي نخوي قبيصه الملح، غادي نطربو كلشي مع بعض. الضراب ديال البيض والسكر حتى كنحصلو على هاد القوام. دابا غادي ناخد هاد الابيض البيض وغادي نفرغو هنايا وغادي نخلط كلشي مع بعض. كاس ديال الزيت غادي نحرك مزيان، غادي نضيف الحليب، الليمون، وغادي نضيف قشور البرتقال. دابا نخلط كلشي مع بعض حتى تجانس ليا العناصر مزيان. دابا غادي نضيف الدقيق بحال هكا، غادي نضيف الاول 5 ديال المعالق. دابا غادي نزيد الدقيق، غنزيد 5 ديال المعالق اخرى الدقيق، صافي انا خلطت الخليط يعني حصلت على داك القوام اللي باغا انايا بحال هكا كيف كتشوفوا. ما خاصش يكون غادي نخوي خميره الحلويات. صافي انا خلطت الخليط مع الخميره، دابا غادي ناخذوا هذا القالب دهنته بالزيت والدقيق، القالب اللي كيتحل لينا هنايا من الجناب، وغادي نفرغ فيه الخليط، غادي ندخلو الفران ومن بعد نتلاقاو باش نوجدو الطبق. ها هي الكيكه طابت، خليتها تتحمرات مزيان. دابا غادي نحلها باش غادي نقلبها لحقاش غادي نضيف فيها دوك الطبقات، وخاصني الطبقه اللي تكون متساويه غادي نقلبها على الوجه الاخر. انا قلبتها على الوجه الاخر. دابا غادي ناخذ السكين وغادي نثقبها بحال هكايا باش غادي نسقي لي صفيتو عصرتو، ونسقيها بحال هكا. نتوما ليكم الاختيار، تسقيوها بالسيرو اللي بغيتو.
بعد ما سقيتها البنات، دابا غادي ناخذ البنان والفريز اللي قطعته على هذا الشكل دوائر وغادي نوزعه. الطبقة ديال الفريز والبنان، دابا ناخد سكر كلاصي وغادي نديرو من الفوق. دوزو باش نوجدو الطبقة الثالثة اللي هي عبارة عن كريمة. غادي نحتاجو نصف لتر ديال الحليب وربع، غادي نحتاجو 3 معالق ديال المايزينا، 2 معالق كبار ديال سكر سنيدة وسكر فانيلا، وغادي نحتاجو 2 دانون بنكهة الخوخ، تقدروا تضيفوا النكهة اللي حبيتو. غادي ناخد الكاسرول، غادي نضيف فيه الحليب، غادي نضيف سكر سنيدة، وغادي نضيف الفانيلا. دابا غادي نزيد نشا مايزينا وغادي نحرك مزيان. تشوفوا ضفت الكريمه فوق البوطه مليله خاصها تكون. غادي نبدا مع التحرك، ما خاصنيش نحبس من التحرك حتى نحصل على الكريمه اللي بغيت انا. صافي البنات، انا حصلت على الكريمه اللي بغيت، بقيت كنستمر في التحرك، ما حبستش فوق بوطه مهيله حتى كيختار لينا بحال هكا. دابا غادي نكملوا تتمة ديال الكريمه. دابا غادي ناخذ دانون وغادي نخويه هنايا، كنتمنى تجربوا هاد الكريمه، هذه كتجي صراحه لذيذه بزاف وناجحه 100%. كنتمنى تجربوها، تقدروا تحضروا بها لي كيك لي طاخت على حسب شنو. حركت الكريمه مع دانون كنحصلوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ الثوم من الثلاجه وغادي نخوي فيه هذه الكريمه هذه على هذا الشكل بحال هكا. نحصلوا على دابا غادي ندخل هذا الكيك في المجمد واحد نصف ساعة، ومن بعد نتلاقاو باش نحضروا الطبقة الأخيرة. ندوزو نوجدو الطبقة الأخيرة ديال الليمون. غادي نحتاجو نصف لتر ديال عصير الليمون يكون مصفي، غادي نحتاجو 2 معالق ديال السكر سنيدة، 2 معالق ديال المايزينا، وفلون ديال البنان. غادي ناخدو الكاسرول، غادي نضيف فيه عصير، غادي نضيف سكر سنيدة، غادي نضيف نحرك كلشي مزيان، نديرها فوق البوطه نفس العمليه اللي درت الكريمه الاولى. غادي نحطها فوق البوطه فوق نار مهيله بيد لما غلات ليا ونحيدوها، ومن بعد نتلاقاو. كيف كتشوفوا البنات، هي كريمه الليمون واجده، بقيت عليها بالتحرك حتى بدات كتغلى ليا وحيدتها من البوطه. دابا غادي نجبد لاطاخت من الفريغو باش غادي نكملوا التتمه. انا جبدت لاطاخت كيف كتشوفوا، ها هي كنديروا صبعنا بحال هكا، صافي راها شدات بلاصه الكريمه. دابا غادي نفرغوا هاد الطبقه الاخيره ديال البرتقال، غادي نخدموا المعلقه باش ما تحفرش لينا طبقه الكريمه بحال هكا. غدو بحال هكا نحصلوا على طبقه واحده. دابا غادي نرجعها للفريغو نصف ساعه، ومن بعد نتلاقاو باش غادي نقدم معكم الطريقه ديال التزيين ديالي. ما دازت نصف ساعه، هيا لاطاخت واجده كيف كتشوفوا، كنحصلوا على الكريمه يعني كتبقى لينا ثابته. دابا غادي نزينها انايا بالفخوي، كيبقى بالتزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب شنو متوفر عندكم في البيت. هنايا غادي نزينها بالليمون والفخيز وشويه ديال الاجاز. غادي نستعمل الكريمه اللي كنت حضرت معكم قبيله، شاط ليا منها واحد شويه، غادي نزين بها
وهنا عندي سكر كلاصي. كيف كتشوفوا البنات وكندوز بحال هكايا من جناب، كتعطينا واحد المنظر زوين. البنات هانا زينت هنا بشويه ديال لي فخوي وسقيت شويه ديال السكر كلاصي من الفوق. دابا غادي نديرها في الثلاجه، من بعد غادي نقدمها في الطبسيل ديال التقديم ونتلاقاو من بعد.